ولا يفيد. حتى المباراة يقول لا يوجد خطأ، لا يوجد خطأ، حتى لو كان هناك خطأ. كريستيانو رونالدو مع الكرة الآن يتقدم. كريستيانو رونالدو أمام مدافع واحد هو تشيكا، هذه المرة يجنح كريستيانو رونالدو ويلعب كرة الوراء. ممتازة الفكرة وتصويبة رائعة 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 جدا من كاكا. هدف ثاني جميل، هدف ثاني رائع، تصويبة ممتازة من كاكا، ثاني هدف هذا الموسم لكاكا في الدوري الإسباني. ودائما الصانع هو كريستيانو رونالدو الذي تغير دوره في آخر مبارتين، بدأ يفضل أن يقدم الكرات، يقدم الأهداف على أطباق من فضة ومن ذهب، يوزع الورود، يوزع الابتسامات لزملائه. وهذا كاكا يحتفل، وهذا كاكا مبتهج مع طبعا زميله أتان الحارس الاحتياطي. وهدف ثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 من إمضاء كاكا الذي ضيع. لاحظوا العمل الذي قام به كريستيانو رونالدو، تقدم وتمهل ومرر للوراء لكاكا الذي صوب كرة مقوسة عن أقصى يسار الحارس كاستو، تلامس القائم وتسكن الشباك. هدف على الطريقة البرازيلية، بنانا شوت، كرة مقوسة، كرة ممتازة. هدف ثاني للريال، هدف ثاني للملكي الأبيض، ولا شيء للملكي الأخضر.